Drive? Do you have a license? Yeah, I have a license. New York is a good place to learn because if you can drive in New York City, I mean, it's like driving in Beirut, you'll be fine. You'll be just fine. And action. Okay, where's the scooter going? Big truck. هل يكون قانون السير الجديد سبباً كي يوقف ديفيد لترمان وأمثاله السخرية من شوارع بيروت والقيادة فيها؟ وأخيراً صدر القانون، مكاتب تعليم القيادة ستتحول إلى معاهد وعقاب المخالفات غرامات والسجن. هذا القانون صدر بالعام 2012، حل محل القانون القديم الصادر عام 67، وقتها كان في 70 ألف سيارة، بعد 45 سنة طلع هذا القانون يلي بنأمل أنه يكون قانون متشدد. إن شاء الله شريعة الغاب الموجودة على طرقاتنا تغيب، لأنه سائقي الباصات والشاحنات بعد الأوقات بيطحشوا على السيارات، والسيارات بيطحشوا على الدراجات، والحلقة الأضعف على الطرقات بلبنان هي المشاة. المخالفات المهمة مثلا هي القيادة دون رخصة، دون إجازة سوق، هذا الشيء بتسبب عليه الغرامة الفئة الخامسة يلي هي من مليون لثلاث ملايين، وبالإضافة لسجن من شهر لسنتين. عندنا الدراجة النارية إذا تسير على دولاب واحد يلي هي كمان قداش خطورتها، وقداش بنسمع حوادث سير مأساوية لسائق الدراجات النارية، واللي بيكون برافقه كمان هيدي بينطبق عليها الفئة الخامسة. إذا نسبة الكحول بالدم 1 جرام بر لتر بالدم كمان تنطبق عليها الفئة الخامسة. السائق يعطى كل سائق يعطى 12 نقطة، فعند المخالفة تبعا لخطورة المخالفة كمان بتكون سحب النقاط تصاعدية. أراد المشرع أصحاب المدارس والمدربين يكون عندهم اختصاص يلي هو سنتين بعد البكالوريا القسم الثاني أو البكالوريا الفنية تيطلع معه اختصاص مرور. طب شو مصير اللي أصلا هلأ موجودين بالمكاتب وهن ناس كبار السن صاروا يعني بطلوا عم يتعلموا وما معهم هالمميزات؟ الكبار حاليا الموجودين بيبقوا موجودين سيخضعون لدورة سريعة. وحدة المرور تتطلب مسؤولا، فهل يكون عقبة؟ وضع الوحدة حيز تطبيق إلى عدة يعني عدة مراحل، وهذه المراحل قابلة لأنه الموافقة عليها تمت على أعلى المستويات بالدولة اللبنانية لإنشاء وحدة، بحاجة لإنشاء وحدة المرور بلبنان هي ترعى تطبيق القانون وتنظيم السير بلبنان. هي حرب مقنعة وغير متكافئة بين السيارات وأرواح الناس، فهل يعدل القانون الجديد كفة الميزان؟ القانون صدر، لكن العبرة في التنفيذ. فعندما يتوقف الأهالي عن إجلاس أطفالهم معهم في المقاعد الأمامية بينما هم يتحدثون على الهاتف أو عبر الواتساب، عندها يكون التطور المنشود قد تحقق. فاطمة قاسم، قناة الجديد.